السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد المعقودات تحت طلب المشاهدين الكرام. تفضلوا معنا باش نبداو التفاصيل إن شاء الله. هذه واحد المعقودة، ملي كنسقوا البطاطا في الماء، ملي كتسلق البطاطا في الماء مزيان، كنقشروا البطاطا وكنذوقوها مزيان، كتذوق مزيان، كنزلوا القصبر والمعدنوس، الثومة مسحوقة، الثومة مطحونة مزيان، كنزيدوا عليها التوابل ديالنا اللي هي البزار، الكمون، السودانيه، التحميره والملح، بالاضافه لهادشي كامل. نحركو مزيان، نحاولوا نزيد لهم واحد الميله. هاد المكونات كامله خاصها تحرك مزيان، كتمزج مزيان مع هاد البيضه ومع ديك العطريه اللي درنا، كامله خاصها تمزج مزيان. لاحظتوا هي تمزج مزيان، سهلة. يا معقودة غتكون إن شاء الله ممتازة. كما لاحظتوا المعقودة ديالنا هي موجودة، مكونات تمزج مع بعضها تماما. دابا ندوزو إن شاء الله الطريقة اللي غتكون هي طريقة مميزة ومختلفة تماما. هذه طريقة خاصة لنا إن شاء الله. إن شاء الله غنتوجدو باش نكملو المقادير ديالنا. التفاصيل نعملو كنحاولو دابا كنديرو يدينا في الماء باش ما يبقى لناش ديك، كنحاولو نديرو المعقودة ديالنا هكا بهاد الطريقة هكا، كنزلوها في الدقيق هكا باش تكون عندنا واحد المعقودة جميلة إن شاء الله. هاد الشكل هذا غنكملو هاد العملية ديالنا هكا. نحاولو نديرو يدينا في الماء باش ديك المعقودة ديالنا تكون، نحاول نطلع في الدقيق حتى نمشي على نفس العملية حتى نساليو إن شاء الله، وغادي نقدمها لكم باش نطلعوها إن شاء الله. ندير لكم واحد دائما يدينا في الماء باش ما تلصقناش هاد المعقودة، يدينا وتجي بهاد الطريقة هادي دائما. نعملو واحد الطحين، المعقودة ديالنا نعملو واحد المقلة، حنا كنقليوها بحال هاد الشكل هذا، نحاولو نخليوها حتى تحمر. طريقة سهلة، طريقة ممتازة. لاحظتو لاحظتو ها هي كتقلع بسرعة، كتوجد طريقة سهلة إن شاء الله. الصحة والراحة ديالكم. ونحاولو من نقليو المعقودة ديالنا نديروها في واحد القنصير يكون فيه ورق المطبخ، باش داك الزيت اللي كيكون فيها كيشرب مزيان، داك الزيت اللي كيكون فيها كيشرب مزيان. لاحظتوا ها هي سالات المعقودة ديالنا، واحد الدقائق معدودة، من خمس دقائق سبع دقائق كتكون المعقودة ديالنا موجودة، حتى كتحمر مزيان وكتعطي داك اللمعان ديالها. ها هي نزلنا لكم واحد الوحيدات، ملي نقتل الأخير ونقدم لكم الطبق النهائي. شكرا.